السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا جماعة تكونوا بخير، ودايما دايما دايما يا رب بالتوفيق ليكم جميعا يا رب، وربنا يبعد عنكم أي شيء وحش. ونخش في الموضوع على طول بإذن الله. وعايزين نقول إن أي واحد عايز يعمل مزرعة عجول قبل ما يفكر يجيب عجول، سواء كانت تسمين أو كانت حلابة، يختار نوع الحظيرة اللي هيعمل فيها المشروع. يختار نوع الحظيرة اللي هيعمل فيها المشروع. أول حاجة بيختارها، هو عنده شقين من أنواع الحظائر، يا إما الشق الحظائر المفتوحة أو الحظائر المغلقة. تمام. الحظيرة المفتوحة دي هي عبارة عن مظلة مرفوعة بأعمدة طبعا من الجوانب، وبيختلف اتساعها حسب عدد الحيوانات اللي بتبقى تحتها. يعني أنا عندي 10 عجول لها مساحة معينة، عندي 20 عجل لها مساحة معينة، عندي عدد ما شاء الله كبير بجهز له مظلات بعددي بحيث تتوافق مع الكمية اللي موجودة عندي. تمام. طبعا في حالة عدم ربط الحيوانات ديت، انا بعمل عملية حماية للموضوع بتاعي. بعمل ايه؟ بعمل سور حديد من الطوب او المواسير. تمام. لمثل هذه الانواع اللي هي الحظائر المفتوحة. ميزة طبعا الحظيرة المفتوحة، طبعا انا بقول لكم ده يا جماعة عشان اي واحد عايز يعمل مشروع تسمين. القصة كمان مش في تسمين، كمان قصة ازاي انا هختار المكان او اختار الطريقة اللي هتناسبني في تسميني للعجول، او اني استفيد بطريقة تانية، الا وهو ايه؟ مشروع الحليب بالنسبة للعجول البقري. تمام كده. طيب ميزة بقى الحظيرة المفتوحة دي، ميزة الحظيرة المفتوحة دي ان هي سهولة معاملة الحيوان، سهلة جدا في ان انا اتعامل مع الحيوان. قلة التكلفة وسرعة الانشاء، قلة عدد العمال، ما يبقاش عندي عمال كتير، راحة الحيوان، تحسين صحة الحيوان. طبعا دي مميزات جميلة محدش قال فيها حاجة. طيب لكل حاجة اتوجدت على الارض لها خير ولها شر، يعني لها عيب ولها ميزة. ميزة الحظيرة المفتوحة زي ما قلت لحضرتك. طيب عيب بقى الحظيرة المفتوحة، اولا سهل جدا ينتقل فيها العدوى، ودي اهم حاجة لازم تاخد بالك منها، تاني حاجة عدم التحكم في كمية الغذاء لكل حيوان. انا ما بقدرش ادي تارجت معين للحيوان في الاكل والشرب، انا بحط اكل وخلاص. تمام كده. لكن ما بقدرش احدد الكمية اللي حيوان قصادي هياكلها. طب ممكن يكون كل، ممكن ما يكونش كل، شرب ما شربش، لانها مفتوحة وانا مجهز المية 24 ساعة بالنسبة ليهم، وهم بيروحوا يشربوا ويجوا براحتهم. تمام. لكن انا حددت الكمية، هل العجل ده بياكل معاه ولا ما بياكلش، هل بيشرب ولا ما بيشربش، هل بيسحب في المواد العليقة ولا ما بيسحبش، هل بيديني نتيجة ولا ما بيدينيش. طبعا حاجات، اسئلة كتير جدا بتفوت على دماغ، يعني على فكرة حضرتك حاليا. تمام. تالت حاجة، وده تعتبر من اصعب الامور، اللي هي لا يسهل عليك امساك الحيوان الهايج. يعني لو جه حيوان هاك في وسط المزرعة وضغضغ وكسر وخبط وزق في الحيوانات اللي حواليه وخبط والكلام ده كله، صعب جدا السيطرة عليه وسط القطيع. لو سوري في اللفظ فلت عياره. تمام كده. تمام. دي طبعا كانت عيوب الحظيرة المفتوحة، لها ميزات ولها عيوب، ودي حاجة لازم تفكر فيها حضرتك قبل ما تعمل مشروع التسمين او قبل ما تعمل مشروع الحلابة. طيب
تاني حظيرة معانا الحظيرة المقفلة. ايه هي بقى الحظيرة المقفلة دي؟ الحظيرة المقفلة دي بتبقى نوعين، يا اما فردية يا اما زوجية، يعني حاجة من الاتنين، لا يبقى صف يا اما صفين، تمام. ويفضل الا يزيد عدد الحيوانات في المبنى عن 50 حيوان. يعني ما شاء الله المبنى كبير، يفضل انه يبقى 50 راس موجودة في المكان، لسبب عشان اقدر اتحكم في عملية التهوية والرعاية الصحية، وفي نفس الوقت اتمكن من اني اتعامل مع الحيوانات ديت في حكاية النظافة والكلام ده كله، تمام. طب هناك نظامان للحظائر ذات الصفين، اما ان تكون متقابلة في الرؤوس او الديل في الديل، يا اما وشهم في وش بعض يا اما ظهرهم في ظهر بعض، تمام. طيب تقابل الرؤوس والكلام ده كله بسهولة تقدر تقدم لهم الغذاء، ميزتها انك بسهولة تقدر تقدم لهم الغذاء، يعني لما يبقوا الاتنين في وش بعض سهل جدا تحط اكل الناحية دي واكل الناحية دي والموضوع خلاص خلص. طيب عيب الصعوبة بقى عندنا، واللي احنا بنقول عليه من صعوبة الايه الموضوع بتاع الحظيرة المقفلة، ايه هو الصعوبة فيها؟ هي إيه؟ التنظيف والتهوية الغير جيدة، تمام. امتى بقى اقول لك فيها برضو عيب تاني، اللي هو سهولة نقل المرض في حالة واحدة، في حالة واحدة، الا وهي النظافة. انت لو ما نظفتش للعجول تنظيف جيد باسلوب جيد، بنظافة، باستعنة بجلد الحيوان، باستعنة بنظافته، باستعنة ان هو يبقى واقف نظيف، واقف يحس ان هو مش متعفن، خصوصا ان البقر انوف، البقر انوف يعني انف، يعني اللي بيسموه تينك، يعني لو الاكل بهدل الاكل ما هياكل مش هيشرب، تمام كده. لازم حضرتك تاخد بالك من النوع الحيوان اللي انت هتجيبه للتسمين او هتجيبه للايه، للحلب، سواء بقى كان جاموس. الكلام ده يطبق يا جماعة على البقر والجاموس، سواء كان جاموس او سواء كان بقر، تمام. طيب كده احنا عرفنا، يعني حضراتكم عرفتوا ان عيب المفتوح كذا وعيب المقفول كذا. عيب المقفول عشان نكمل النقط بتاعتنا، انه صعب جدا التنظيف بتاعه، لكن لو انت هو مش صعب انك تهتم بحاجتك. انا ممكن يبقى صعب بالنسبه لي ان انضف واعمل والكلام ده كله، لا نضف عشان انت في الاخر ربنا هيرضيك منها، ما تقوليش حاجه صعبه، انا ما انت ما تعرفش الصعب، خلي دايما عندك مبدأ انك ما تعرفش الصعب. تعرف الصعب ليه؟ مفيش حاجه صعبه، الصعب احنا اللي بنوجده، الصعب احنا اللي بنوجده، خدها قاعده، الصعب البني ادم هو اللي بيوجده، لان انت اللي بتحط قدامك المصاعب. لكن لو خدت ان الحياه فيهاش مصاعب، انا بجاهد عشان اوصل، تاكد تماما انك هتوصل. لو عايز تنظف هتنظف، ما تقوليش تعبان ومش هنظف، لا نظف عشان انت في الاخر هتلاقي. فمش معقول حيوان هيشتكي لك ويقول لك انا تحت مش نضيف، انا عايز اريح، انا عايز اقعد، انا عايز اقوم، انا عايز اكل، انا عايز اشرب، مش هيقول لك. انت اللي المنبه، انت الترمومتر بتاعه، انت مقياس درجة حرارته، انت المعاينة بتاعته، انت كل حاجة فيه. لازم حضرتك تاخد بالك من مشروعك، وقبل ما تختار لازم تركز وتعرف عيوب دي وميزة دي وعيوب دي وميزة دي، عيوب المفتوحة وميزة المفتوحة، وعيوب المقفولة وميزة المقفولة. طبعا كان موضوعنا النهاردة يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم عن انواع الحظائر قبل ما تفتح مشروع تسمين بتاعك، انواع الحظائر سواء كانت مفتوحة او مغلقة، وعيوبها. اتمنى من الله ان يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوني في الاشتراك ودعمي ليصلكم مني كل جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.